مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة أخرى من حلقات سؤال جريء. حلقة الليلة هي بعنوان ماذا يقول الإسلام عن العمليات الانتحارية؟ اليوم ذكرى 11 من سبتمبر، والذي أعتبره شخصيا واحدا من أكثر الأحداث تأثيرا في القرن 21. تغير فيه مسار التاريخ بسبب 19 إرهابي كانوا كلهم مسلمين، ولم يكونوا مسلمين فحسب، بل كانوا مسلمين ملتزمين بالإسلام حرفيا، خصوصا خلية مسجد القدس في هامبورغ ألمانيا. هذا الحدث مرت عليه اليوم 13 سنة، ولا زالت تبعياته إلى اليوم. الكثيرون من المسلمين في الحقيقة تبرؤوا مما عمله هؤلاء الإرهابيون. البعض تبرأ علنا وبارك سرا، والبعض بارك سرا وعلنا. كنت في المغرب وقت أحداث 11 من سبتمبر، وعاينت بنفسي كل هذه الأنواع من الناس. كانت أحداث 11 من سبتمبر هي أكثر الأحداث التي جسدت فكر الجهاديين على أرض الواقع. فهل الإسلام يجيز هذه الأعمال؟ هل الإسلام يجيز أن يقوم شخص بعملية لنصرة الدين ونصرة المسلمين وسط حشد من الكفار؟ هل يجيز الإسلام تفجير الواحد لنفسه وسط الكفار حتى لو كان ضمنهم مسلمون آخرون؟ ما هو رأي الفقهاء استنباطا من النصوص الإسلامية؟ ما هي الأسماء الشرعية التي أعطاها الفقهاء لهذه العمليات على مر التاريخ؟ في هذه الحلقة سنفصل رأي الإسلام حول واحد من أكثر المواضيع خطورة على العالم أجمع. إذن السؤال الجريء لهذه الحلقة هو ماذا يقول الإسلام عن العمليات الانتحارية؟ وطبعا كلنا نتذكر هذا الحدث الرهيب، دمار شامل، مجسد لأفكار دينية، معتقدات جسدت على أرض الواقع. أمريكا رمز للمسيحيين، رمز للكفار، رأس الشيطان الأكبر، تعالوا ندمرها. بغض النظر إن كان هناك مدنيون أو كانوا مسلمون، لا يهم. طبعا حجم الدمار رهيب كما نرى على هذه الصورة، دمار وموت، رائحة الموت. حوالي 3000 شخص ماتوا في هذا الحادث. دمار وموت أيضا نراه في هذه الصورة، نرى الرماد يعني وكأنه بركان من الرماد يتطاير، وسحب من الدخان، كلها بسبب 19 واحد مسلم إرهابي، 15 منهم من السعودية. الآن تم تحويل هذا المكان بفضل عبقرية ناس تانية، لأن فكر الإرهابيين هو الدمار كما رأينا في الصورة التي مضت. هذا فكر الإرهابيين، فكر الإسلاميين هو هذا. في ناس تانية فكرت بعد ما صار الحادث ماذا نفعل في هذا المكان، ماذا نخرج من هذا الدمار، ما كيف نعوض هذا الدمار. فناس مهندسين معماريين وغيرهم عملوا اقتراحات وخرجوا بهذا الشكل الجميل. عملوا مكان البرج الجنوبي شلال صناعي، وعملوا مكان البرج الشمالي شلال، وهنا متحف يعرض أحداث 11 من سبتمبر حتى تبقى ذكرى للناس ويتذكروا مدى شر الإنسان وإلى أين وصل. طبعا في الساحة بعد ما كانت خراب ودمار زرعوا أشجار. هذه الشلالات فيها ماء، هي أكبر شلالات في أمريكا، شلالات صناعية في أمريكا، أكبر شلالات صناعية صنعتها أيدي البشر. والماء رمز الحياة، يعني نعوض هذه الخسارة
وهذا الموت بشيء يرمز للحياة، الماء رمز للحياة، وطبعا الأشجار ترمز للحياة من جديد، ولادة من جديد، نلد شيء جديد من وسط هذا الشر، نطلع خير. وسماها الأخصائيون في هذا المجال reflecting absence، يعني الغياب المنعكس، يعني هذه تعكس الغياب، في نفس الوقت تتذكر أنه كان هناك برج لكن تعوضه بشيء جميل، فهي ذكرى وتعويض في نفس الوقت، الغياب المنعكس، حتى الناس تتذكر أنه في إرهاب دمر في يوم من الأيام برجين وقتل 3000 شخص، لكن نحن، يقول صاحب التصميم، كأصحاب خير، كبشر، كبني أدمين، سنعيد الحياة لهذا المكان. وهذا يوضح فرق كبير بين الفكر الإرهابي المتجسد في 19 إرهابي والفكر الغربي الذي انبنى على ثقافة مسيحية في الأول، أنه دائما حتى الشر يطلع منه الله خير، حتى الشر، فاستطاعوا أن يخرجوا لنا من هذا الشر شلالات رائعة، وصوت المياه الذي يستوعب حتى ضجيج نيويورك يستوعبه في داخله، فهذا شيء رائع استطاع المهندسان اللذان قاموا بالتصميم أن يقدمه. طبعا أسماء الضحايا مكتوبة، كلها مكتوبة على هذه منقوشة، 2983 اسم منقوشة حتى تذكر الناس بأسماء ضحايا هذا الإرهاب، 2983، منها اللي ماتوا، الستة اللي ماتوا في 1993 لما كانت محاولة تفجير البرجين، ومنها اللي ماتوا بعد ذلك 2977 شخص. وطبعا غير الأسماء غير مرتبة، ليس لها أي ترتيب لا بالأبجدية ولا أي شيء، حتى تعكس الفوضى والدمار الذي لا يعكس الذي هو ضد الترتيب، ضد الجمال، ضد كل شيء، فخلوا الأسماء أيضا ليس لها أي ترتيب. نرى الناس تحط ورود، الفكر المتحضر، الفكر الجميل الذي يتذكر الناس بورود ويتذكر الضحايا بغض النظر عن دينهم، يمكن واحد ملحد ويمكن الثاني بوذي ويمكن الثالث مسلم ويمكن الرابع مسيحي ويمكن يهودي، بغض النظر، نحن بشر في الأخير. فالناس الذين يعرفون هذه المبادئ والذين تربوا عليها يقومون بهذه الأشياء، لكن الذين تربوا على الكافر دمه رخيص والمسلم دمه غالي لا يعطون اعتبارات لهذه الأشياء. هناك شجرة أيضا تسمى وسط هذه البنايات The Survivor Tree، الشجرة التي قاومت أو التي عاشت حتى وسط الدمار، احتفظوا بشجرة كانت وسط الخراب وبقيت، وكانت بالكاد فيها بعض الخضرة وكانت ستموت، لكن عمال الإنقاذ لما كانوا يبحثوا بين الركام وجدوها فأخذوها على مكان تاني حتى تستعيد الحياة من جديد، ثم لما تم تدشين المكان تم إعادتها إليه، وسميت The Survivor Tree أو الشجرة التي عاشت أو قاومت. فهذه الشجرة ترمز للحياة من جديد. ناس لهم فكر، لهم عمق، عوضوا الدمار الذي خلقه 19 إرهابي بشيء يعطي الحياة للناس، ومداخيل للمتحف للمدينة طلعوا حتى من الدمار مداخيل، يعني استغلوا هذه الأمور. للأسف نحن لا نحمل هذا الفكر في مجتمعاتنا الشرقية. الآن بعد مرور 13 سنة لا زال الناس يقولون ما تفعله داعش، ما يفعله الجهادي، ورغم أنه 19 إرهابي كانوا كلهم مسلمين، ليسوا إسلاميين وليسوا مسلمين، ليسوا لا يمتون للإسلام بصلة، ليس لهم علاقة بالإسلام، ما كانوا بوذيين، كانوا هندوس، بن لادن ماذا كان؟ ونسمع آراء الشيوخ،
كل الشيوخ المعروفين على الشاشات واللي كانوا ينادوا كانوا بيأيدوا بن لادن، أيدوا العمليات الإرهابية، أيدوا قتل الأبرياء، حتى بغض النظر، المهم أنهم أمريكان، مسلم مسيحي يهودي ملحد، الكفر من لواحد، خليهم كلهم يموتوا، الدمار لأمريكا. هنشوف، سأعرض لكم للذكرى فقط، الذين يقولون الآن داعش، ما تعملوا داعش لا علاقة له بالإسلام، والذين يتبرؤون، شيوخكم الذين يمثلونكم والذين تتبعونهم بالملايين على الفضائيات وعلى تويتر وعلى كل شيء، يمثلونكم، يمثلون شريحة كبيرة من المجتمع الإسلامي بالأموال التي تدعمهم بها الحكومات وبالتبرعات بتاع المسلمين، وهم خطباء معروفون بسبب المسلمين. كيف نالوا هذه المناصب إلا بسبب تشجيع المسلمين؟ هؤلاء يمدحون بن لادن مسلم ويقولون مجاهد وشهيد أيضا. هنشوفهم سلسلة من الشيوخ يؤكدون هذا الأمر، نشوفهم واحد واحد. نبتدي بأول واحد، هو الشيخ وحيد عبد السلام بالي. أما الأمر الثاني فهو الخبر الذي بلغنا اليوم وقد أحزنني وأحزن كل مسلم غيور، ألا وهو وفاة الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يتقبله من الشهداء. هذا الرجل الذي قضى حياته يحارب الكفار والمشركين، وترك حياة الرفاهية وحياة الغنى، واختار لنفسه طريق الجهاد إلى الله تبارك وتعالى، وكأنه كان يشتاق إلى الشهادة بعدما وصل إلى هذه السن، والكفار يتعقبونه من أكثر من 20 سنة، يحاولون قتله والله عز وجل يحفظه، أو يحاولون أسره، وأخيرا نال ما يتمنى، نال الشهادة. كما حدثنا بعض الناس أنه خارج من صلاة الفجر فأصابته قذائف العدو، قذائف الكفار أصابت الشيخ أسامة بن لادن رحمه الله تعالى وهو خارج من صلاة الفجر. وقد روى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر فهو في ذمة الله حتى يمسي. فأكرمه الله بالشهادة، وأكرمه الله بالموت وهو في ذمته سبحانه وتعالى، فهنيئا له الشهادة، ثم هنيئا له الشهادة، ثم هنيئا له الشهادة، ثم هنيئا له الشهادة، ثم هنيئا له الشهادة. هذا واحد من الشيوخ. إذا كان هؤلاء لا يمثلونكم، لماذا يطلعون على الفضائيات؟ ولماذا تدعمونهم؟ ولماذا تفتح لهم المساجد؟ ولماذا يخطبون؟ ولماذا ولماذا؟ أسئلة كثيرة. قال أنه من الشهداء، وأنه كان يحارب الكفار، وأنه كانوا يتعقبونه لكن الله كان يحفظه، وأنه كان خارج من صلاة الفجر لما قتل، وكان الشيخ كان مع المارينز الأمريكان لما قتلوا، يعني حتى ينسجوا أساطير حول الشخص. كان خارج من صلاة، كان ناقص تقول كان توضأ وقال الكلمات التالية وبعد ذلك جاءه كذا، ثم رأى ربه وقال بل الرفيق الأعلى، ثم أسلم الروح. فهذا اللي ناقص حتى نجعله أسطورة. أكرمه الله بالشهادة. وطبعا الشيخ حزين ويقول أنه كل المسلمين حزينين على يعني بن لادن. فالفكرة أنه الشيوخ لم يتبرأوا من لادن. ما الفرق بينه وبين البغدادي؟ ما الفرق؟ الذين يقولون أنه داعش لا تمثل الإسلام، ما الفرق؟ قولوا لي ما الفرق؟ ما الفرق بين القاعدة وداعش؟ يعني واحدة أعنف من الثانية، هذا هو الفرق. القاعدة ذبحت، القاعدة فجرت، القاعدة اعتدت، القاعدة قتلت، ما الفرق إذن؟ نشوف شيخ آخر، الشيخ محمد الزغبي أيضا يطلع على الفضائيات، له أتباع، مشهور بين أتباعه. نشوف يعني ماذا قال الشيخ محمد الزغبي عن بن لادن أيضا.
فضيلة الشيخ، العالم كله يتحدث عن موضوع قتل بن لادن، وهناك رسالة لسعادتك بيقال أن كل الدول رفضت أن هي تستلم جثة بن لادن عشان يدفنوها عندهم، وده بيان أعلنته أمريكا. رد طيب سعادتك إيه؟ هو أولا هم كذبون، بس أنا عايز أقول حاجة. حينما نتحدث عن فضيلة الشيخ يعني أسامة بن لادن، أود أن أقول نقطة في غاية الأهمية. هذا الرجل كان داعية، وحينما حمل راية الجهاد دعمه الأشياخ بالإجماع في المملكة العربية السعودية، بل عند التسجيلات الصوتية لكبار العلماء دعموه ووقفوا معه وجمعوا له الزكاة، وهو قد قدم ما يمتلك من الملايين بل من مئات الملايين ولم يدخر لنفسه جنيها واحدا. هذه حقيقة، الإنسان يقول ماله وما عليه عشان يتقي الله جل وعلا. ثانيا، خرج الرجل بمجموعة من الشباب لصد الهجوم الروسي في احتلاله لأفغانستان، ودعمته السعودية بكل قواه، ولذلك كان أئمة الحرمين يدعون له أناء الليل وأطراف النهار. طيب، لما ربنا نصر على الروس وانتهى أمر الروس وخرجت الروس، جاءت أمريكا فقالوا له اخرج ارجع بقى. طب ايه ما الرجل نظر، ما الفرق بين أمريكا وروسيا؟ أو من ناحية الاحتلال هذا احتلال وهذا احتلال، من ناحية الكفر يعني الكفر ملة واحدة، هذا كافر وهذا مشرك، يعني ما فيش جديد. نحن نختلف معه في بعض الأمور، أنا بقولك بصدق بشفافية مطلقة، نختلف معه في بعض الأمور من باب المصالح والمفاسد، باب المصالح والمفاسد والتوقيت من حيث الزمان والمكان إلى آخره. لكن يبقى أن الرجل مسلم، وأن الرجل قدم كل ما يملك ولم يدخر جنيها لولده. أعظم ما جرى لابن لادن، ودي أنا بقولها كرامة من الله جل وعلا، شوف رغم أني بختلف مع ابن لادن في أشياء، بس أعظم ما جرى له أن يقتل على أيدي الكفار. لم يقتله رجل ركع لله ركعة، أو سجد لله سجدة، أو سبح الله مرة، على الأقل يعني مع احترامي الرجل له وعليه، واختلفنا معه في أمور ولم نتفق معه في أمور، لكن يبقى موحدا. هذا رأي آخر من عالم من علماء الإسلام، الشيخ محمد الزغبي، يقول أنه فضيلة الشيخ بن لادن، فضيلة الشيخ بن لادن مثل فضيلة شيخ الأزهر نفس الشيء، كان داعية دعمه الأشياخ بالإجماع في العربية السعودية لما كان يجاهد الروس، كبار العلماء دعموه وجمعوا له الزكاة. على فكرة الناس الذين يعرفون السعودية جيدا، كانت الجوامع بعلنا تجمع الآلاف من الدولارات في سبيل جهاد الروس الملحدين الكفرة علنا بالمنادي وبكل شيء، الذين يقولون نحن ضد الإرهاب وضد القتل وضد داعش. المساجد كانت تجمع، وجمعيات الخيرية كانت تجمع، وكلهم يبعثون للقاعدة لبن لادن لهؤلاء ما يسمون بالمجاهدين العرب. هذا شيء. أئمة الحرمين يدعون له أناء الليل وأطراف النهار، هكذا قال. قال إذن لما تغير العدو وصار أمريكا، قال الكفر ملة واحدة، هؤلاء كانوا كفار وهؤلاء مشركون، ما الفرق؟ نفس الشيء. فهم توقفوا ليس لعدم إيمانهم بل خوفا فقط، صار بالسر، صارت الأمور بالسر. وثم قال نحن نختلف معه في بعض الأمور، يعني قتل الأبرياء هو بعض الأمور واختلاف بسيط، يعني هو الشيخ لم يقول نحن ندين قتل الأبرياء، نحن لا نوافق على هذا الأمر، لازم لا يمثل الإسلام، لا لا لا، قال نحن نختلف معه في أمور بسيطة جدا. في الأخير من باب المصالح والمفاسد، إيه مصلحة الإسلام الآن؟ نضحك على الناس ونبين لهم الإسلام جميل، أو أنه يجلب المفاسد حيجلبها أكثر؟ مش لعدم إيمانهم بأن البريء يقتل وأن هذه الأعمال إجرامية، لا لا، ما هي المصلحة وما هي المفسدة؟ بيع وشراء، بزنس، والتوقيت. لكن يبقى أن الرجل مسلم، طالما أنه مسلم خلاص. ابن لادن أحسن من الأم تيريزا، الأم تيريزا حتى لو ساعدت الناس هي كافرة، ابن لادن حتى لو قتل الناس هو مسلم، ابن لادن في عرف الشيوخ أحسن من الأم تيريزا بناء على هذه القواعد.
أعظم ما جرى لابن لادن وهذه كرامة يقول الشيخ أن يقتل على أيدي الكفار. شايف؟ من 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 كرامات الشيخ، من عجائب، من معجزات الشيخ بن لادن أنه قتل على يد الكفار ولم يقتل على يد موحد، وهذا يبين أنه أن المسلمين كانوا لا يكرهونه، يؤيدونه. الدليل أنه لم يقتله مسلم، لو كانوا لا يتفقون مع أعماله وقد قتل ما قتل من المسلمين كان لازم هم يتخذوا الإجراءات، لكن لا، كان الذين يحتضنونه مسلمون، وكان يعني مسلمين، وكان مفتوح له أراضي إسلامية ويتجول بين مسلمين وحراسه مسلمون إلى آخر ذلك. لو كان غير هذا الأمر كنا شفنا شيء آخر. شوف شيخ من الشيوخ الذين أيضا، أنا القصد من كل هذه المقاطع أن أظهر أن الشيوخ يكذبون على الناس، هي من باب المصلحة ومن باب المفسدة، وهم لا يتكلمون اليوم. هل سمعتم الشيوخ الآن يطلعون ويشرحوا لنا ما الفرق بين بن لادن وداعش وأبي بكر البغدادي؟ لا يستطيعون. هم في الأصل يدعمون الإرهاب، ولو سكتوا هو لأجل مصلحة. والذين أظهرهم الآن لا يختلف رأيهم في داعش، وإلا لازم يقول يطلعوا على الفضائيات ويقولوا ما هو الفرق. محمد عبد المقصود شيخ آخر سيعلق أيضا على بن لادن. فأنا ابتداء أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، أن يرحم عبده أسامة بن لادن، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يتقبله عنده من الشهداء. فهذا الرجل أحسب أنه كان من المؤمنين الصادقين، لأن الله عز وجل أحسبه كذلك، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. لكن قال الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. نسأل الله أن يجعلهم من الصادقين، وأن يجعلنا أيضا من الصادقين. لكن هذا الشيخ شيخ مفترى عليه كما افتري علينا وافتري على أهل الحق في كل زمان ومكان. وصم بالإرهاب مع أنه هو الذي أنجز الإنجازات الكبيرة في مجاهدة العدو السوفيتي قبل سقوط الاتحاد السوفيتي في أفغانستان. وهو الذي كان موجودا في البوسنة والهرسك، وهو الذي كان موجودا في كل مكان يعتدى على المسلمين فيه، وهذا ما يضايق الكافرين جدا ويقلقهم. فأسامة بن لادن ينطبق عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: ورجل كلما سمع آخذ بعنان فرسه، كلما سمع هيعة من هيعات الجهاد سعى إليها لنصرة دين الله عز وجل. لكن كل من يتصدى للباطل يوصم بالإرهاب، يوصم بالإرهاب. فهذا رجل كان مجاهدا في سبيل الله، واتهم زورا بأنه هو الذي فجر مركز التجارة العالمي. أنا أقول لإخوان المسلمين: لا تحزنوا، كل شيء بقدر، والرجل يستحق هذا التكريم، أن يكرم في نهاية مشواره بالشهادة في سبيل الله ثم أن يلقى في البحر. فهذا الرجل له ما له، وهناك بعض الاجتهادات والتأويلات التي ذهب إليها لا نقره عليها، كتكفير مثلا من والى الحكام وجيوش الحكام وشرطة الحكام وما إلى ذلك من هذه الأمور التي قالها أو نقلت عنه. وأي ما كان، فيجب على المسلم أن يحزن لمقتل أخيه حتى ولو اختلف معه في الرأي، وأن يدعو الله تعالى أن يرحمه، وأن يهزم أمريكا، وأن يشلها، وأن يفكك ولاياتها، وأن يجعلها هذه الدولة الطاغوتية عبرة لكل معتبر. إذن الشيخ محمد عبد المقصود والشيخ أحمد النقيب اثنان. الشيخ محمد عبد المقصود تعليق بسيط قال:
أنه يدعو الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. طبعا هذا الدعاء أنا بين قوسين أعلق على هذا الأمر أنه في الإسلام الله عنده اسم أعظم، عنده باسورد، لا أحد يعرف هذا الباسورد. فإذا يعني واحد كان محظوظ وأخذ الاسم الأعظم ودعا به أجاب وسأل به الله يعطيه، فيا بخت من عنده الاسم الأعظم وعنده الباسورد بتاع الله. فدي فكرة موجودة على جنب. لكن هو قال عن بن لادن الله يتقبل عنده من الشهداء وأحسبه من المؤمنين الصادقين. بن لادن مؤمن صادق، شيخ مفترى عليه، ولم يقم بتفجيرات 11 سبتمبر رغم أنه الجزيرة أثبتت هذا الكلام والوثائقيات أثبتت هذا الكلام. وليس حتى لا أناقش فيه الناس لأنه صار من كثرة ميوعته لا يناقش. هو الذي أنجز الإنجازات الكبيرة وكان مجاهدا في سبيل الله ويستحق هذا التكريم، الشهادة في سبيل الله. أحمد النقيب قال المؤاخذة على بن لادن أنه لديه اجتهادات لا نقر عليها، يعني مجرد اختلاف الاجتهاد. هو له في الأخير أجر المجتهد، حتى لو أخطأ له أجر، هو لو أصاب له أجرا، لكن هو أخطأ فهو له أجر. بن لادن مأجور حتى على اجتهاده الذي قتل فيه الناس. لاحظ الإسلام أفكاره المعوجة، أفكاره التي المطاطة. يجب على المسلم أن يحزن لمقتل أخيه حتى لو اختلف معه في الرأي، هذا مجرد اختلاف في الرأي. ثم يدعو اللهم اهزم أمريكا وشلها وأن يفكك ولايتها، وهو لا يعرف أنه أكثر تقريبا 1% من أمريكا هم مسلمون، فماذا ستفعل؟ المهم أنه العدو يروح، ويروح معاه 1%، مش مشكلة يعني 3 مليون أو 4 مليون مسلم موجودين في أمريكا يروحوا أيضا، سيبعثون على نياتهم، الله سيبعثهم على نياتهم في سبيل قتل الكفار، نضحي بالثلاثة مليون مفيش مشكلة. وعلى فكرة هذه فكرة إسلامية سأناقشها في هذه الحلقة أيضا. بقي شيخ آخر ثم أختم موضوع بن لادن وأغلقه الآن لأنتقل لفكرة أخرى. الشيخ صالح المغامسي سيحدثنا عن أن بن لادن نفس الشيء. أنا أعطيت عينة لكن ممكن أملأ الحلقة كلها بآراء الشيوخ الذين يقولون هؤلاء لا يمثلون الإسلام، لا يعرفون إسلامهم. هؤلاء النخبة الشيوخ العلماء في العقيدة يعرفون الحديث ويحفظون القرآن وهم زبدة ما أخرج العالم الإسلامي للفضائيات، هم هؤلاء الشيوخ. هؤلاء يقولون نقر بن لادن على ما فعل، وما فعله جهاد في سبيل الله، وهو مات شهيدا، انتهى الأمر. لكن هناك نوع من الغباء موجود في الغرب، وهناك نوع من السذاجة موجودة في الغرب، وهناك من يتحايل علينا ويريد أن يفهمنا بأن هذا ليس هو الإسلام. نسمع آخر شيء في مسألة بن لادن. لكن ينبغي أن يعلم أن الله قال وقوله الحق، أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوى. فقوله جل ذكره أفمن كان مؤمنا يدخل فيها كل مؤمن مات على التوحيد على اختلاف درجاته، كمن كان فاسقا، فاسقا هنا بمعنى كافر، فيدخل فيها كل كافر مات على الكفر، يهوديا نصرانيا مجوسيا مرتدا ملحدا أيا كانت صبغته ما لم يكن موحدا، فلا يمكن أن يستووا عند الله. فحتى في التعامل لا بد أن يعرف أن للمسلم حرمة، أن للمسلم حرمة وكرامة عند الله، وعند المسلمين لا ينزعها إلا كفره، ولا يمكن أن تعطى هذه الحرمة والكرامة إلا لمسلم. فلا يجوز لنا أن نلبسها كافرا أيا كان حاله. هذه قضية تتعلق بفهم الدين على وجهه الصحيح. فمثلا
موت أسامة بن لادن رحمه الله، فمع التسليم الذي أجمع عليه أكثر علماء الأمة أو علماء الأمة على أن التنظيم الذي كان يتبناه أضر بالأمة شيئا عظيما، وفيه ما فيه من الجرأة على الدماء وعلى الناس، لكنه كونه مات مسلما هذا دين يبقي له حرمة وكرامة المسلم، فيستغفر له، يترحم عليه، يصلى عليه، والصلاة على الميت المسلم من فروض الكفايات. إذن الشيخ صالح المغامسي يقول: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، انتهى الأمر. يعني يقول كل مؤمن مات على التوحيد هو هذا مسلم له حرمته، وكل فاسق هو كافر، وكل كافر هو فاسق، فكل كافر مات على الكفر ليس له حرمة المسلم، انتهى الأمر. فالأم تيريزا حتى لو ساعدت الناس كافرة لا تساوي شيء، بن لادن حتى لو قتل ما دام لم يكفر، وحتى لو عمل، حتى لو أخطأ وقال أنه تنظيمه أضر بالأمة، يعني هي مسألة سمعة الإسلام فقط أضر بالأمة، ليس أنه أضر بناس آخرين أبرياء قتلهم ليس لهم دم، لا، هو أضر بالأمة، سمعة الأمة على المحك، هذه هي مشكلة العلماء، ليست الدماء، ليست حرمة دماء الغير، هي حرمة دماء الذين يتماشون مع أفكارهم. المسلم له حرمة، لكن غيره حتى لو قتل وقتل معه مسلم في الطريق هذه مسألة خلافية وينبغي أن نناقشها، فقط أضر بالأمة. مات مسلما، المهم أنه مات مسلم. الذين اخترعوا الأدوية لأخطر الأمراض من الكفار، ومثلا الآن يشتغلون على قضاء على فيروس هذا الإيبولا، فالذين يشتغلون حتى لو أعانوا الدول الإسلامية وحتى لو بعثوا لهم أحسن التلقيحات هم كفار. بن لادن أحسن منهم في عرف الشيوخ، حتى هو قاتل بن لادن أحسن من هؤلاء الأطباء لأنهم كفار، حتى لو نفعوا الإنسانية وأنقذوا آلاف بل ملايين الأطفال من سواء من شلل أو غيره أو غيره، لا، هؤلاء كفار. حرمة دماء بن لادن لا تساوي حرمة دماءهم، هذه هي المشكلة اللي عندنا مع الشيوخ وعندنا مع الإسلام. خلينا نبدأ في أخذ المكالمات. الأخ محمد من السودان، تفضل. ألو، مرحبا. مرحبا. مرحبا أستاذ رشيد. عندي مجموعة أسئلة بصورة سريعة لو سمحت يعني. تفضل. طيب، السؤال الأول: الإنسان الوثني الذي لا يؤمن بوجود الله سبحانه وتعالى ويعبد حجر، نعم، إذا قضى حياته كلها في عمل الخير، نعم، اعتقادك كمسيحي أنه سيدخل ملكوت الله أم أنه سيدخل النار؟ اعتقادي استنى. أيوة. أولا أنا عامل حلقة عشان أناقش سؤال ابتديته في بداية الحلقة، لازم تناقشني فيه، ورغم ذلك سأجيبك عن سؤالك. اعتقادي أنه بينه وبين الله أنا ليس لي دخل في الأموات، بينهم وبين الله أنا لي دخل، أن أقول لك، أشرح لك الحقيقة، المحبة المسيحية، أن أهديك، أما مصيرك هذا بينك وبين الله. وعندنا آية في الإنجيل خصوصا في سفر رومية تقول بأن الله سيحاسب الناس الذين ليس لهم ناموس بناموس ضمائرهم، يعني هم وضميرهم الذين ليس لهم ناموس، لم يسمعوا بشريعة، ليس عندهم شريعة، الله سيحاسبهم بناء على ضمائرهم. الآن هل الإسلام، هل في نظرك بن لادن مسلم أم ليس بمسلم؟ طيب، بس الكلام الذي قلته سابقا عن المسيحية، هل يمكن أن تدعمه ببعض الأدلة من نصوص الكتاب؟ أنا حسب أن الكتاب المقدس يقول أن كل من لا يؤمن بالمسيح وبخلاص المسيح سوف يهلك، يهلك يعني يموت يوم القيامة الموت الروحي، يذهب إلى الجحيم. لم يقل أحد أنه سوف يذهب إلى ملكوت الله سبحانه وتعالى. وإذا وجدت فقرات تدل على ذلك فهذا من باب التناقض. لا لا لا، ليس هناك تناقض، ليس هناك تناقض.
الرفض الرفض المتعمد للمسيح بناء على علمك وبناء على معرفتك ومع ذلك رفضت الحق، نعم سيعاقب، لكن أنا ليس أنا من أحدد مصيره، الله سيحدد مصيره. ربما له ظروف أنا لا أعرف ظروفه، ربما عنده أشياء أخرى، ربما عنده بعض الأفكار لم يجب عليها أي شخص، ربما هنا الله وحده هو اللي يعرف التفاصيل. لكن رغم ذلك أرى أنك تتهرب من سؤال واضح صريح، هل بن لادن في نظركم في نظر شيوخ الإسلام مسلم أم ليس بمسلم؟ نظرتنا لبن لادن وغيره هي نفس نظرتكم الذين قادوا الحروب الصليبية، اعترفوا بالمسيح. يا لا, لا 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 أخي 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 أنت جاي، هل جاي تشاركني في برنامج وتجاوبني على أسئلتي مثل ما أجبتك على أسئلتك، أم جاي تلعب معي الغميضة؟ لا أنا عاوز أسألك وأنت تأخذ راحتك في الإجابة بعد ما خلص الأسئلة. لا 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 أنت تجيبني، أنا حاطط سؤال اسمه سؤال جري وطرحت سؤال في بداية الحلقة، رأيكم في بن لادن هل يمثل الإسلام أم لا يمثل الإسلام؟ هل هو مسلم؟ هل مات مسلم؟ هل شهيد؟ طيب الذي يمثل الإسلام هو النبي صلى الله عليه وسلم فقط، لا يوجد شخص آخر. هل بن لادن مسلم؟ نعم مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم. وفعل الأركان الخمسة، إذن هو مسلم كما أن هل هو مجاهد وشهيد في سبيل الله؟ والله هذه يحكم بها الله سبحانه وتعالى، حتى لو كنت أعلم أن إنسان قتل في سبيل الله عندنا في الرسول صلى الله عليه وسلم نهى باب كامل في البخاري. هل كان مجاهدا أم لم يعني هذه لا يحكم فيها الله، في نظرك أنت هل كان مجاهدا أم كان غير مجاهد؟ هذه يحكم فيها الله سبحانه وتعالى، لا يقال فلان شهيد. يعني هو لما كان القتل الذي عمله ومحاربة الكفار سواء سوفيات أو أمريكان، هل هو جهاد في سبيل الله أم ليس بجهاد؟ أنت ترى أنه قاتلهم عدوانا ولا قاتلهم دفاعا عن نفسه؟ يعني تجيب السؤال بسؤال؟ ما المانع في ذلك؟ لا أجبني بجواب، لو عندك جرأة وأنت تفتخر بإسلامك وعارفه ومتأكد منه قل هذا مجاهد أنا أفتخر هذا إسلامنا. طيب الحكم على الأشخاص مسألة اجتهادية يختلف فيها كل شخص بحسب المعلومات التي وصلت إليه، من كان يرى أنه يدافع عن نفسه وعن الحرمات يحكم عليه بأنه فيما يحسبه شهيد، ومن كان يخلفه في ذلك يقول أنه ليس شهيدا. لا أنت أنا لم أطلع على قلبه، أنا لم أطلع على قلبه حتى أحكم بأنه أنا لم أقول لك هل اطلعت على قلبه، هل قتله للأمريكان في 11 سبتمبر وقتله للأمريكان في مش عارفي بينهم مسلمين وملاحدة ويهود ومسيحيين كلهم كانوا في برج التجارة العالمي، هل هذا جهاد في سبيل الله بالنسبة لك أنت؟ إذا كانوا قد لا نرد العدوان متاح حتى في القوانين الوضعية. كانوا اعتدوا يعني اللي كانوا في الأبراج كانوا يبعثوا لكم منجنيق يضربوا من الأبراج بيضربوكم، ده كانوا يشتغلوا. كلامي واضح، إذا كانوا قد اعتدوا عليه لا. فرد العدوان مباح. أنت تؤيد بن لادن وتؤيد، إذا ما الفرق؟ أنت تأخذ من كلامي ما تريد. لا أنا لا أخذ ما أريد، أنا ماشي معاك واحدة بواحدة. أخي العزيز، الآن ما يفعله بغدادي وداعش هل هو من صميم الإسلام أيضا؟ والله أفعالهم كثيرة، فيها ما هو من صميم الإسلام وفيها ما يخالف الإسلام، لكن حدد جزئية معينة. يعني لو سألتني قلت لي مثلا لا أحد يقر قتل الأبرياء، لكن لو قلت لي الدفاع عن الحرمات، ما هو تعريفك للأبرياء؟ ما أنت حكمت على ناس يشتغلوا في برجي التجارة العالمي قلت هؤلاء لو كانوا اعتدوا عليه، يعني ما هو تعريفك للبريء؟ يعني 3000 شخص راحوا لأفغانستان كانوا يضربوا بن لادن، ولا هو اللي باعت الخاطفين و19 مسلم هم اللي فجروا 3000 شخص بيشتغلوا في أعمالهم؟ من الذي اعتدى على الآخر؟ أعتقد أنه التعصب أعمى عيونكم، أنت لا ترى بأنه هناك 3000 شخص بيشتغل فيها اللي في مطعم وفيها اللي في شركة سياحة وفيها اللي في مكتب بناء وفيها اللي في هندسة وفيها وفيها وفيها، تراهم يمكن يكونوا اعتدوا على بن لادن.
يعني لا تريد حتى أن تقول الحقيقة أمام الناس أن هؤلاء كانوا أبرياء، ابن لادن هاجمهم قتلهم اعتدى عليهم. لا، يمكن ما يمكنش دفاعا عن أخيك المسلم ابن لادن. هذا هو الإسلام الحقيقي، وهذا ما أريد أن أوصله للناس. طيب الغريب أنك تتأمل فيما فعله بن لادن ولا تتأمل فيما فعله بش بعد ذلك، وأنه استرد إذا كان محتد عليه فعلا، يعني قام أنا مالي ومال بش؟ هل أنا هنا أمثل أمثل بش؟ أنا أتكلم عن دين، عن دين. هل بش دين؟ هل بش دين؟ هل أنا قلت لك أنا أبشرك ببش، تعال آمن ببش؟ يعني انت غريب امرك، غريب امرك. انا اتكلم عن الاسلام، تقولون دين سلام، تقولون انه ما تفعله داعش لا يمت للاسلام بصله، تقولون انه الدين محبه لم ينتشر بالسيف، انه كان عمره طول عمره نرد بس نرد الاعتداء. طيب ماذا بوش هل هو يهودي ولا مسيحي ولا مسلم؟ بوش والذين قتلوا الأطفال في لم بوش لم يعلن الحرب، ليس عنده آية، ليس لم يعلن الحرب بناء على أوامر المسيح يا أخي. هذا رئيس دولة، رئيس دولة، مثل ما صدام حسين هاجم الكويت، هل هاجمها بناء على آية قرآنية أم هاجمها بناء على مصالح دول؟ هذه مصالح دول، دولة إسلامية بتهجم على دولة إسلامية. العراق وإيران دولتين إسلاميتين وتحاربوا مع بعض، هل ألوم القرآن على ذلك؟ أنا أتكلم عن أفعال لها علاقة مباشرة بالقرآن وبالحديث. ناس يدعوا الجهاد ويدعوا أنه يطبقوا تعاليم الرسول بالحرف. أنا أتكلم عن هؤلاء، لا أتكلم عن بوش وعن بوتين وعن صدام حسين وعن كذا وعن كذا. أنا أتكلم عن دين، ناس خصصوا حياتهم ونذروها للجهاد مثل بن لادن وأتباعه. فإذا خلي عندكم عقل وجاوبوا الناس. أشكرك أخي، أشكرك، لأنه أنا لو بقيت معك يمكن لا تنتهي المكالمة. خلينا ننتقل إلى نقطة أخرى قبل أن أخذ أيضا مكالمة أخرى من مشاهدينا. القتال في سبيل الإسلام، رأينا أنه مع الأخ السوداني يقول أو تهرب من كذا نقطة، لكن على العموم في ناس يقولون الإسلام ليس له علاقة بالقتل وليس له علاقة بالتدمير وليس له علاقة بما تعمله داعش. ماذا يقول الإسلام عن العمليات الانتحارية؟ هل الإسلام يؤيد قتل ناس لمجرد أنهم كفار ينتمون مثلا لأمريكا التي في نظرهم تعتدي عليهم؟ مسالمين، هل يجوز؟ هل يجوز قتلهم حتى لو كان وسطهم مسلمين؟ هذا هو السؤال. نشوف أولا الجهاد. أنا كررت مرات كثيرة أنه الجهاد في الإسلام هو لإعلاء الإسلام. كلمة أنه الجهاد للدفاع عن النفس وأنه لم تكن هناك حروب إلا للدفاع عن النفس، ده كلام فارغ، لأنه معركة بدر كانت خروجا من محمد من المدينة اعتراضا لعير قريش، قافلة تجارية، ما كانتش القافلة جاية هجمة على محمد وهو كان يدافع على نفسه، لا يا أبا سفيان لا تقتلني لا تقتلني، وبعدين دافع على نفسه وخنق أبا سفيان. لا، واحد جاي تاجر ماشي قال لأصحابه إيه رأيكم نأخذ لهم تجارته، أنا متغاض من هذه القبيلة، أنا طلعت من ما قبلوني ورفضوا أفكاري، تعال ندمرهم مثل ما فعل بن لادن وأصحابه تماما نفس الشيء، تعالوا ندمرهم، تعالوا ناخذ تجارتهم كلها، تعالوا نهجم عليها، فما فيش دفاع عن النفس. والدليل أن قريش ما خرجت إلا بعد أن وصلها خبر الهجوم على القافلة، يعني القافلة ما كانش فيها محاربين، لو كانوا هجموا عليها كانوا أخذوها، فقريش خرجت بعد سماعهم بالخبر. فالذين يقولون يا إما يكذبون علينا يا إما لا يعرفون التاريخ الإسلامي. واحد من الأحاديث المشهورة في هذا المجال صحيح البخاري كتاب العلم، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، عن أبي موسى قال جاء رجل إلى النبي فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ أو محمد سيجيب على السؤال، هل القتال في سبيل الله يا محمد دفاعا عن النفس؟ هل القتال في سبيل الله هو مثل ما يقول المسلمون بعض المسلمين اليوم؟ فقال له فإن أحدنا يقاتل غضبا،
يسأل محمد ويقاتل حمية، يعني أيضا غضبا أو من الأنفة، فرفع إليه رأسه، محمد رفع رأسه إلى الرجل، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لاحظ أنه لم يقل دفاعا عن النفس، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل ليكون الإسلام هو الأعلى، لينتصر الإسلام ويحكم، فهذا في سبيل الله. انتهى الأمر، انتهى النقاش. من قاتل، نذهب إلى تفسير الحديث فتح الباري: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، المراد بكلمة الله دعوة الله إلى الإسلام، انتهى الأمر. من قاتل لتكون دعوة الله إلى الإسلام هي العليا، هذا هو المجاهد في سبيل الله. بن لادن في نظري وفي نظر الشيوخ الذين عرضتهم كان يقاتل لنصرة الإسلام، ليس دفاعا عن النفس كما يقولون. طيب، نيجي لنص آخر. محمد كانت أمنيته، يعني الذي يدافع عن نفسه يقول: أنا إنسان مسالم، أرجوكم اتركوني في حالي، أرجوكم، أنا لا أريد القتال، أنا غصبا عني أذهب للقتال. لا، محمد كان يتمنى أمنية الغزو، يعني كل نفسه. اسأل محمد ماذا تريد؟ يقول: الغزو. طبعا هو الغزو والنساء كما رأينا، الخيل والنساء، لكن الغزو واحد من الأمنيات الكبيرة. عن أبي هريرة، هذا حديث صحيح أيضا، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: تضمن الله، يعني الله ضمن لمن خرج في سبيله، في سبيله مش دفاعا عن النفس، لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي وإيمانا بي وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخل الجنة. اللي خرج في سبيلي وفي سبيل الإيمان بي والتصديق برسلي أنا ضامن له الجنة، أو هذا الله يقول، أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، يا إما يموت وأضمنه الجنة، أو أرجع المسكن اللي خرج منه نائلا ما ينال من أجر أو غنيمة. هو رابح رابح. ثم يقول، والحديث يكمل، اختصرته اختصارا للوقت، والذي، ويقسم محمد: والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. هل هذا واحد يدافع عن النفس؟ واحد يقول: أنا أتمنى أغزو وأقتل، وأغزو تاني وأقتل، وأغزو تالت وأقتل. وعلى فكرة كلمة غزو تكذب من يقول أن القتال هو للدفاع عن النفس. غزا يغزو يعني طلب وأرى، يعني خرج لطلب القتال، طلب وأراد، غزا هي طلب وأراد. وعندما تتحدث النصوص تقول: خرجنا لغزوة، يعني ذهبنا مسافات، قطعنا مسافات أحيانا بالأيام، أحيانا لمدة طويلة لغزو قرية معينة. اللي دافع عن نفسه هم اللي جاءوا عنده، مش خرج ليغزوهم. غزوة خيبر، غزوة بني قريظة، غزوة كذا، فهم يذهبون لطلبهم، هذه لازم تكون. وغزوات الرسول ليست دفاعيات، ليست دفاعا عن النفس، غزوات الرسول. وهذا موجود في باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله. خرجنا، تركنا ديارنا وأموالنا وكل شيء وخرجنا إلى قبائل أخرى نغزوها في سبيل الله. طيب، الأمر الآخر من القرآن أيضا: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله، وشفنا ما معنى القتال في سبيل الله، فيقتلون ويقتلون.
وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. مدخل التوراة والإنجيل معاك ليه؟ ده وعد على صاحب القرآن في القرآن. وعدا عليه حقا في التوراة. فين في التوراة؟ هات لي آية تقول أن الله وعد بالجنة للذين يقاتلون في سبيله لنشر الدين. يا سيدي وراحوا يقاتلوا الناس، يقتلوهم ويجبروهم على الدخول في دينه. فين؟ هات لي آية. هو طالما أن القرآن علم كده لازم يدخل معاه كتب أخرى. وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. الله اشترى من الناس أنفسهم. ها؟ اعطوني أنفسكم، أنا عملت معاكم صفقة، روحوا موتوا في سبيلي وأنا أعطيكم الجنة. في أحسن من هذا البيع؟ ستربحون، أنتم الرابحين، أنا خاسر معاكم يعني اصطلاحا يعني. أنا أعطيكم الجنة وأنتم تعطوني أنفسكم. طب ليه خلقهم إذا كان الله يشتري من المؤمنين أنفسهم؟ يعني الله ماشي يطلب من مين يبيع نفسه؟ مين يخرج يموت في سبيلي؟ وهذه التعاليم هي اللي دمرت أوطاننا. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. يا مجاهد بيع نفسك، تعال أنا أعطيك الجنة و72 حرية. تعال يا داعشي، تعال فجر نفسك، أنا اشتريتها من عندك. توبة 111. ربما يقول شخص أنا أفهم الآيات على مزاجي. الطبري للتوبة 111 يقول تعالى ذكره: إن الله ابتاع من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بالجنة. الثمن هو الجنة. وعدا عليه حقا، يقول وعدهم الجنة جل ثناؤه، وعدا عليه حقا أن يوفي لهم به في كتبه المنزلة التوراة والإنجيل والقرآن. إذا هم وفوا بما عاهدوا أو وفوا بما عاهدوا الله فقاتلوا في سبيله ونصرة دينه أعداءه فقتلوا وقتلوا. إذن هذه التعاليم توضح بصريح العبارة أن الخروج في سبيل إعلاء الإسلام وتقتل وتقتل مشروع أساسا في القرآن، مشروع في الحديث، مشروع بتعاليم محمد. ما حصل في 11 سبتمبر، هؤلاء الناس لم يربحوا أي شيء بصراحة، كانوا مخلصين لهذه الأفكار رغم أنها أفكار مدمرة، هم كانوا يعتقدون أنها الحق، فخرجوا بسبب هذه الأفكار. سمعوها في المسجد، رددت عليهم الخطبة، فخرجوا لتنفيذها معتقدين بمجرد أن تصطدم الطيارة ببرج التجارة سيدخل إلى الجنة. وهات يا ملذات، هات يعني يستمتع بكل ما ذكر يعني، والله سيتم الصفقة. اشترى منه نفسه، خلاص أنا قتلت نفسي يا الله، ماذا تريد؟ علموا أولادكم الحياة، لا تعلموهم أن الله اشترى من أنفسهم، اشترى منهم أنفسهم، علموهم الحياة بدل الموت. خلينا أخذ الأخ عبد الله من الهند. أخ عبد الله تفضل. ألو. ألو أخي عبد الله تفضل. مساء الخير أخي رشيد. مساء النور. كيف حالك يا أخوي؟ نشكر ربنا. يا أخوي لو سمحت، اسمح لنا بالمشاركة، بس لو سمحت يكون منصف أيضا بالكلام بيني وبينك. يعني نبتدي بالشروط من الأول؟ لا، نبدأ بالإنصاف العادل. تفضل يا سيدي. بارك الله فيك. الحين من حيث سؤالك الأول اللي يقوم فيه اللي قام فيه أسامة بن لادن أو اللي تقوم فيه الجبهات الإسلامية الموجودة مثل داعش أو النصرة أو كل من يأخذ السلاح يعني باسم الإسلام، أنا بكون معك صريح كإنسان مسلم. نعم. أنا أقول لك هذين لها مسلمين، نعم، وإسلامهم أيضا ناقص، وإن علمهم بالإسلام شيء ضئيل، وبعطيك دليل. هؤلاء ليسوا مسلمين يعني؟ أنا لا يفقهون الإسلام. أنا ما أقدر أجزم عن الإنسان إنه مسلم ولا لا، بس أقدر أجزم إنه يفقه الإسلام أو لا يفقه الإسلام من تعامله مع الناس. يعني مجرد أخطاء بسيطة، هو أخطأ في الاجتهاد، له أجر المجتهد يعني. لا لا يا أخوي، ما هو هذا، ما هو خطأ إنك تقتل إنسان، ما هو خطأ يعني الإنسان يعني هو كفر بالوجود، هو سيدخل الجنة على أي حال، لأنه كل من شاهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله داخل الجنة. لا لا لا،
مش كل من شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله دخل الجنة، في مليون واحد شهد لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سيدي قالها إيمانا واحتسابا، يعني هو مؤمن بها جوه وبره، يعني بيحاول قدر الإمكان يطبقها. هو أخطأ، هو فقط أخطأ في التفسير. لازم يطبق مفاهيم الشهادة. مفهوم الشهادة هو والله أنك تشهد بأن الله هو الواحد، خلاص عاد أنت ما عندك أمر أنك تذبح وتقتل. لكن في أشياء يمكن إحنا ما نفقهها، ويمكن إحنا نتجاهلها، ويمكن ما نحس فيها. لكن خلينا أوضح لك مهم شيء مهم. الحين أسامة بن لادن وجميع الجبهات الإسلامية الحين هذيلا يقاتلون بسلاح هم ليسوا بمنتجين، فاهم القصد؟ يعني هي المشكلة من جاهم السلاح ولا المشكلة الفكرة؟ يعني إذا أنا ممكن أخذ سكين يعني أعمل نصل وأقتل، يعني المشكلة في السلاح، مشكلة في الفكر. لا يا أخوي، لا اسمع يا أخوي رشيد، لو سمحت اسمح لي أوضح الفكرة هذه لو سمحت، إذا ما عندك مانع. الحين في ما حد يعلم أبوه شيء، يعني في مثل يمني يقول ما حد يعلم أبوه فن الجماع، بحيث إن الأوروبيين هم الذين أنتجوا العلم هذا والرصاص هذا. يعني الجبهة الإسلامية هذه اللي بتقاتل بالرصاص ما عندها مصنع رصاص بعدين، فبروح تتعامل مع شخص ثاني أجنبي أيضا عدو للإسلام باسم الإسلام أيضا تتعامل معه، وهذا شيء لا يجوز. يا أخي دليلك يعني صعب علي أن أقبله. يا شوف 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 شوف, شوف لا 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 خليني أوضح مشكلة. المشكلة في الفكرة، يعني أعطيتك سيف ستقاتل به، أخذت سكين ستقاتل به. أنا لا أناقش بماذا يحاربون، أنا أناقش الفكرة. هل فكر بن لادن يتماشى مع ما قالته الأحاديث والآيات؟ هل هو كان يحاول قدر الإمكان تطبيق الأحاديث والآيات؟ نعم. ماذا ربح محمد عطا؟ كان طالب في ألمانيا، ماذا ربح؟ لم يربح أي شيء. خسارة الدنيا ولا لا، هو كان مخلص لدينه. أو مثلا مروان الشحي الإماراتي، أو الـ15 سعودي اللي معه. نعم، كلهم كانوا مقتويين، إنسان أقواهم بأمر معين. لا يا أخي، لازم نكون منصفين. لو لم يكن هناك لو لم يكن هناك آيات وتفاسير وأحاديث قرأوها واقتنعوا بها ما كانوا ذهبوا. صح يا أخوك، صح كلامك، لكن الله أيضا يعني لهم الفتنة الإقواء. يعني كل إنسان له ما كسب من الفكر، وإذا أجل كان مسموح يسوي اللي يبقى فيه، بس يوم الدين بتحاسس فيه. لكن إحنا ما في تغيير. الحين أسامة بن لادن ما سوى تغيير في الأمة عشان يروح، يعني هو من كان سيعرف النتائج؟ ما حدش. هم كانوا فاكرين انه نضرب امريكا تروح امريكا، اسرائيل ستضعف، الامه الاسلاميه ستزدهر. هذا هو الحساب اللي كان عندهم. أسامة كان بن لادن كان مخطئ في الامر هذا، وكان يراجع الايات اللي بتقول لك. يا اخي، هل الاسلام يقر ان نقاتل الناس حتى ننشر الدين بينهم ونخلي الاسلام هو الاعلى ولا لا؟ لا يا أخوي، لا يقر. كيف ترد على الأحاديث التي قرأتها في هذه الحلقة؟ صراحة أنا يا أخوي يا رشيد، أنا ناقشتك في الموضوع هذا من قبل. أنا يعني بتجربتي بالأحاديث وتوعي بالإسلام بالقرآن الكريم أيقنت أن الأحاديث هذه أقاويل مكذوبة، ولا يستطيع الرسول يقول كلام. صدقني لو قلت هذا الكلام في الكعبة لا أخذت للمحكمة وحكمت وقطعت يمكن رقبتك، أو تتم استتابتك قبل قطع الرقبة على فكرة. يعطوك فرصة. أنا أوعدك يوم الخميس الجاي بكون بالرياض عندي. لكن قل لهم هذا الكلام، قل لهم أن الأحاديث لا أؤمن بها، هي كلها غلط. نعم، كل الأحاديث، كل ما ذكر عن الرسول محمد بن عبد الله أي شيء عن أقاويل أحاديث كلها كاذبة خاطئة. طيب، لا يوجد إسلام إذا شلت الأحاديث، لا يوجد إسلام. أنا أشكرك، لأنه لن نعيد نفس النقاش بتاع الحلقة اللي فاتت. الأخت حفيظة، أهلا بك. ألو، سلام المسيح أخو رشيد. سلام المسيح أخت حفيظة.
الأخ المتصل يريد السلاح حلال. لازم يكون صنعوه حتى ننسبه للإسلام. ما دائما كانوا بيقاتلوا بأشياء لم يصنعوا، هذه هي المشكلة. هو الطائرة اللي فجر بها محمد عطا، فجر بها المبنى بتاعته. ما احنا أمة مدمرة، يعني واحد تعب وراح مدارس وراح جامعات واخترع وعمل وصنع لنا طائرة نركب فيها، واحد لأنه مدمر، لأن التدمير سهل، واحد قال أدخل بها في البرج وأفجر البرج. ما هذه أمتنا، هذا ما نقول. أيوة، الشيوخ يتأسفون لوفاة بن لادن، وكيف تريدهم يا أخي أن يتخلون عن الإرهاب وهم يقولون هناك اعتدال؟ على الأقل يكفون على تشجيع الآخرين في المساجد أن يرتكبوا هذه الجرائم. صح. لا يستطيعون، لأن تعاليم الإسلام مبنية على هذه الأشياء، حبوها أو كرهوها. اليوم سبتمبر هي بصمة عار على المسلمين. الإرهاب مستمر ما دامت تعاليم محمد تسمح لها بالتدريس، ولو أزالوا داعش، لأن قلوبهم مملوءة بكراهية الآخر. صح، فهمتي؟ صح. وبلادنا لو استعمل ماله على الأقل في تنمية الشعوب العربية وهي مساعدتهم هم بالفقر والتسول وكل صح. شيء هو يقدر يشتري فلوس، يشتري هذوك الطائرات ويستعملها في حاجة مهمة، فهمتي؟ صح صح. لم يكن مثل الأم تيريزا يروح يساعد المجاعات في 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 بلدان إسلامية في أفريقيا، يروح ساعدهم ياكلوا بدل أنك المجتمعات الإسلامية. حتى هناك أمريكيين بحال أنجلينا جولي، وشحال من واحد كيساعدهم، هما عندهم بزاف الفلوس والبترول وكل شيء، لا يساعدون أي شيء. التسول والفقر والجهل والأمراض، عاد الأمراض دابا عاد، فهمتي؟ نعم. لكن مع ذلك نسمع أن الإسلام لا علاقة له بهؤلاء، وكأن بن لادن كان بوذيا أو هندوسيا. يعني لازم نلوم يا أختي، لازم نلوم الهندوسية. يعني لماذا الهندوسية أنتجت لنا بن لادن؟ بس لأنهم هم ناس مسالمين، فهمتي؟ مسالمين، ناس مسالمين، ساكن هندسية، وكل الناس داخلين في سوق راسهم. هما المشكل يبررون لك الأخ في السودان. يصروا أن بن لادن يهربوا من الأسئلة، يريدون حتى الأجوبة ما عندوش، فهمتي؟ صح. أشكرك. المهم شكرا لك أختي حفيدة. السلام عليكم. شكرا. دائما الأحاديث والتفاسير والقرآن تعطيك الصورة الإجمالية لفكرة الإسلام. هناك حديث الآن، أنا ذكرت أحاديث ينبغي أن نأخذها بمحمل الجد. في صحيح مسلم كتاب الإمارة باب فضل الجهاد والرباط، عن أبي هريرة عن رسول الله قال: من خير معاش الناس لهم، يعني أفضل معاش للناس، أفضل حاجة في حياتهم، رجل ممسك عنان فرسه، واحد جاهز للجهاد، ممسك عنان فرسه، لأن الفرس كان هو وسيلة الجهاد آنذاك، ممسك عنان فرسه في سبيل الله، يطير على متنه كلما سمع هيعة أو فزعة طار عليه. كل ما سمع في حرب في مكان معين ذهب إلى هذا المكان. هذا أحسن واحد من خير معاش الناس، أحسن واحد في الناس. ثم يقول: يبتغي القتل والموت مضانه. الموت مضانه، يدور على أماكن القتل. المضان هي الأماكن. يبتغي أماكن القتل والموت، بصريح العبارة. عن أبي هريرة أنه أفضل الناس أو من خير معاش الناس رجل ممسك عنان فرسه جاهز، يطير على متنه كل ما سمع في حرب معينة، يبتغي أماكن القتل والموت. صحيح مسلم كتاب الإمارة باب فضل الجهاد. ومعنى يبتغي القتل مظانه، يطلبه في مواطنه التي يرجى فيها لشدة رغبته في الشهادة. وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على الشهادة. إذن هذا ليس كلامي، أفضل الناس يقول محمد هو واحد يدور على أماكن اللي فيها مشاكل، يمشي للعراق
لما تكون فيها مشكلة، يذهب لسوريا لما تكون فيها مشكلة، يذهب للشيشان، يذهب للصومال، يذهب لأفغانستان، يذهب لباكستان. وهذا ما يفعله الجهاديون، كل منطقة فيها النزاع تجد كل مسلمي فرنسا وبلجيكا وبريطانيا وأمريكا والنرويج وكل وكندا ماشيين على المكان تنفيذا لهذا لأحاديث مثل هذه. لماذا لا تجد ناس من بلدان أخرى يجتمعون في الحروب؟ مثلا لو كانت حرب في إيرلندا مثلا ما بين إيرلندا وإنجلترا، تجد كل البروتستانت في العالم ماشين يعني هناك لمساندة أصحابهم البروتستانت، وكل الكاثوليك في العالم. نجد هذا فقط في الأمة الإسلامية تنفيذا. يعني أحسن واحد هو اللي يدور على أماكن القتل، يكون جاهز، ما عنده شغل، هو ماسك حصانه وجاهز. أين أسمع الآن هيعة الحرب؟ في المكان، يلا نمشي نطير. ماذا يفعل الجهاديون؟ ينفذون هذا الحديث. أخذ مكالمة أخرى. ماجد من العراق، أهلا بك أخي ماجد، اتفضل. السلام عليكم. سلام ليك أخي الحبيب. السلام عليكم عمي، أنا رجال مسلم. مرحبا بك. من العراق. مرحبا بك. أقول الله يساعد المسيحيين على اللي يسوون بيهم الإسلام باسم الإسلام. والإسلام بريء من هذا الشيء. الإسلام بريء. الإسلام ما يزويج. الإسلام من أسلم يده ولسانه من المقابلة، هذا الإسلام الحقيقي. لا لا، هذا ليس الإسلام. الإسلام الحقيقي. هذا ليس الإسلام. هذا الإسلام وهابي. هذا اللي جاي نشوفه داعش وأسامة بن لادن، هذا إسلام وهابي. خارج عن الملة. ما هو محمد كان وهابي يعني. تصلاحين. محمد تصلاحين. كان وهابي. محمد صلى الله عليه وسلم من نزلت الرسالة. نزل رسالة محبة. محبة. رسالة يعني محبة. أين هي أين هي يعني كلمة محبة في القرآن؟ مو الناس. هذا مو إسلام. بريء الإسلام من عندي. يا أخ ماجد، أخ ماجد، أخ ماجد، أنا أحترمك كشخص مسلم، وأعرف أن قلبك طيب من خلال كلامك، وأعرف أنه تتمنى للإسلام الخير لأنه دينك. لكن عندما نحكم على دين نحكم عليه من نصوصه. يعني أنت تقرأ النصوص، ليس أنه أحكم عليه من أخلاقياتي أنا. يعني أنت شخص طيب لا تحب الأذى للناس فتعتقد أنه الإسلام هكذا. لا، العكس، ننطلق من النص ونشوف. الإسلام ما فيش إنسانيتك يا أخي، يعني رغم أنك مسلم يا أخي ماجد. ما بك أي عن المجتمع؟ لا لا، بص، من طرد اليهود والمسيحيين من شبه الجزيرة العربية لم يكن أبو بكر البغدادي ولم يكن بن لادن، كان محمد. ومن قال من قال أمرت، لحظة، من قال أمرت أن أقاتل الناس ليس بن لادن وليس أبو بكر البغدادي، هو محمد بن عبد الله الذي قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو عملوا هذا الأمر عصموا مني دماءهم. ما عملوش، دماءهم مش معصومة مني، سأبقى أقاتلهم. واستمر الأمر إلى اليوم. هذا كل ما في الأمر. فالفكر الجميل اللي عندك في ذهنك على الإسلام، هذا أصلا الرسول الله سبحانه وتعالى جاي يقول نزلناك رحمة على العالمين. أي يعني كلمة الرحمة نعم. معنى المودة، ما تجي يعني باقي الناس غير ما يجورك. طب مين عمل الغزوات؟ غزوة بدر مثلا عملها بن لادن؟ لا ما عملها بن لادن. مين عملت؟ داعش؟ لا ما عملها داعش. طيب لو قلت لك في ناس جايين من سوق بغداد وجايبين سلعتهم، نعم، والتقى لهم واحد في الطريق، نعم، هو وأصحابه من داعش، نعم، وقتلوا ما قتلوا أخذوا سلعتهم، هل هذا عمل طيب؟
نعم ما اكو ايش صنعمل هيك محمد عمل هيك مع قريش. قريش جاي ابو سفيان جاي من الشام بقافلته هو واخذ اصحابه وقال نهجم على القافله. هذا هو الاسلام. تلفيق اهل الاسلام. تلفيق اهل الاسلام هم اللي وصلوا لنا كل شيء. هم اللي وصلوا القران. هم اللي وصلوا السيره. هم اللي وصلوا الحديث. يا اخي المرجو لا تنسجوا اسلاما ورديا في اذهانكم. اقرأوا الاسلام من مصادره. اقرأوا الاسلام من مصادره. نظرا للوقت سأعرض بعض الفيديوهات للشيوخ نشوف فيها تأكيد الشيوخ على بعض المسائل في الجهاد خطيرة جدا. مسائل خطيرة. نشوف الشيخ أبو إسحاق الحويني وهو يتكلم عن مسألة الانغماس في العدو ومسألة كيف يكون الانغماس في العدو. مسألة أخرى نحن في حاجة إلى معرفتها الآن بهذا الزمان، وهي مسألة الانغماس في العدو كما يقول الفقهاء. إيه يعني الانغماس في العدو؟ يعني هل يجوز لواحد أن يقاتل جماعة حتى لو كان يعلم أنه مقتول؟ قصة إبراهيم دليل من الأدلة على جواز ذلك. أن الفرد الواحد يجوز له بل يستحب له، والاستحباب أعلى من الجواز، يستحب له أن يقاتل الجماعة حتى لو عرف أنه مقتول بشرطين. الشرط الأول أن يغلب على ظنه أنه سينجو. الشرط الثاني إذا أحدث نكاية في العدو. وإذا رأى قومه جبناء متخاذلين فأراد أن يجرئهم فتقدم حتى ولو علم أنه معطوب مقتول لا يبعد جوازه بل استحبابه. والإمام الشافعي ده رأي الأئمة الأربعة وجماهير أصحابهم ودلائل الكتاب والسنة تؤيد ذلك. الإمام الشافعي يقول في الأم وهذا منصوصه، يقول لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا. حاسرا يعني بلا درع، ما في لا لابس خوذة ولا لابس درع اللي هي اللأمة، لأمة الحرب، يدخل كده بجسمه. لا أرى ضيقا على الرجل أن يقاتل الجماعة حاسرا أو أن يبادر، لأنه قد بودر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر ومدح ذلك. إذن هذه قاعدة جديدة أريد من الجميع أن يتعلمها، وهي قاعدة تعتمد من طرف الجهاديين، اسمها الانغماس في العدو، تماما مثل غمس. يعني نحن في المغرب نقول نغمس، يعني الغمس زي الحمص كده، تغمس اللقمة. الانغماس في العدو، واحد مسلم ينغمس وسط الكفار لوحده حتى لو عارف أنه سيقتل، والمهم يحدث أكبر ضرر فيهم. الشرط في شرطين قالهم الشيخ. الشرط الأول لو غلب على ظنه أنه سينجو، يقول أنا غالبا سأنجو بفعلتي. لو ما كانش هذا الشرط في شرط آخر، يعني مش لازم يكونوا مع بعض، أحد الشرطين يكفي.
أن يحدث نكاية في العدو، لو حيحصل ضرر في العدو مش يعملها. فالانتحاريين لما راحوا لبرج التجارة العالمي، الفكرة هي فكرة الانغماس في العدو، احنا عارفين حنموت المهم نطبق قاعدة الانغماس في العدو، وهي مأخوذة من أحاديث تقول غمس يده في القتال، دخل بين الناس. في كتاب ابحثوا عنه في الانترنت، لأننا سأكمل في الحلقة القادمة سأكمل نفس الفكرة مع أشياء أخرى، مصطلحات جديدة نتعلمها عن الجهاد وفقه الجهاد. قاعدة، هذا لابن تيمية، هناك كتاب اسمه قاعدة في الانغماس في العدو وهل يباح. الإسلام يبيح قاعدة الانغماس في العدو والدخول وسط الأعداء وتفجر حالك حتى تقتل أكبر عدد ممكن من بين الناس، لأن الغرض هو نكاية، إحداث نكاية في العدو. لن أطيل عليكم كثيرا، سأخذ مكالمات، سأخصص الوقت الباقي للمكالمات، لكن سأكمل الموضوع. لكن ابحثوا معايا على قاعدة الانغماس في العدو، وسأضيف قاعدة أخرى المرة الجاية في الحلقة القادمة، لأنه مهم جدا أن نتعرف على قواعد الجهاد ومن أين أخذها الجهاديون. مكالمة من الدنمارك. آيات، أهلا بك. ألو. ألو، سلام لك أخي الحبيب رشيد. سلام لك أخي. أهلا بك. شكرا أخي الحبيب، الله يخليك. أخي الحبيب، أنا كنت إرهابي طبعا، وكنت أتفقه في الدين، أنا كنت شيعي وبعد تركت الشيعة وأصبحت سني. سني. وأخي العزيز، الحقيقة في عندما بدأ هذا التفجير في أمريكا، طبعا احنا انا كنت في مع أئمة الجوامع، وكنا فرحانين، كنا المسلمين كنا فرحانين ونصلي، وهذه الحقيقة اخي. هذا كذب، انه واحد الاخوان اللي ميزون يقولون انه بريئين من هذا، لكن كل ما تتفقه في الدين يقول لك لازم تفرح عندما تقتل، ورجعنا وقمنا نصلي، والأئمة كانت تتكلم معنا ونتكلم أنه قمنا نصلي وبالصلاة نلعن هذول المساكين اللي قتلوا لأنهم كفار. لأنهم كفار، نعم نعم نعم، لأنهم كفار. هذه الحقيقة أخي. وأنا أعتقد أنه، شوف أخي الحبيب، كنا المسلمين بهذاك الوقت، من كنت مسلم في هذاك الوقت، وكنا فرحانين فرح شديد، ماكو واحد من عندنا ما كان فرحان، وكنا يعني هذا اليوم ومشنا نصلي صلاة الليل أصليها، وبثنا الصلاة يا أخي نلعن هذول المساكين اللي ماتنا. شو هذا الدين اللي كنا، وهذه الحقيقة، هذا الناس مساكين أخي ما تعرف، لأنه ما متفقه بالدين، تريد تدافع عن الدين الإسلامي. بعدين منك شفت الدين شو هو الدين مالتنا الإسلامي، وهذه الحقيقة أخي. نعم، والناس الآن حتى هذا خليفة داعش الآن، هم لن يستطيعوا تكفيره، لأنه هو في الأخير، في الأول والأخير هو مسلم موحد. ف يعني الآن عندما ابتدأت هذه الصور تطلع وصار مفضوحين أمام العالم، صاروا يقولون لا، هذا ليس من الإسلام. هو ليس إيمانا منهم بأن القتل ليس جزءا من الإسلام، بل فقط حفاظا على سمعة الإسلام. صح، ولكن أخي اللي متعمقين ويعرفون الإسلام الحقيقي بالعكس يساندوه ويترحمون عليه ويحبوه كثيرا، والناس المساكين اللي ما تعرف شيء يعني عن الإسلام. وهذه كل الآيات أخي الحبيب، الناس تقول القرآن ما بيصدقوني، يا أخوان هاي كلها نسخت عندما كان محمد ضعيف في مكة. هاي كلها الآيات السلام كلها نسخت. الحقيقة
آيات العنف هي بعد ما صار قوي. صح. المشركين. صح. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. وهل الآن صرت مسيحي أخي أيال؟ نعم أخي أنا صرت مسيحي أكيدا. نشكر. نعم. نشكر الرب من أجلك. المسيح المخلص صدقني أخي ما صرت أحب كل إنسان على الوجود. هذا هو المهم. كل إنسان. هذا هو المهم. كنت أكره البشرية. كنت أكره. يعني لازم نحارب ثقافة الكره وثقافة العداء وثقافة القتل والإرهاب. لازم نزرع في الناس بذور الحياة بذور المحبة. باسم المسيح أخي وشكرا. شكرا لك. شكرا لك. شكرا لك. الأخ محمد من تركيا. أهلا بك. مرحبا. أنا محمد سوداني عايش في تركيا وبتابع برنامجك والحمد لله نورت أفكارنا خلينا نعرف الحقيقة عن الإسلام. نشكرك. الأخ محمد هل صرت مسيحي بسبب قناة الحياة ولا لازلت في الطريق؟ لا بسبب قناة الحياة عرفت المسيح الحمد لله. نشكرك هذا شيء رائع. هل هناك أي شيء معين تريد أن يعني هو السبب أو الفارق في موضوع عبورك؟ أيوة يعني أنا كنت في الأول عبارة عن مسلم ماشي جنب الخير ما بحث عن إسلامي. مرة بدأت أتابع قناة الحياة بالصدفة من رحلة طبيعي بتفرج بالتلفزيون فتح لي قناة الحياة. نعم. بشوف برنامج قناة الحياة بشوفك أنت وبشوف بعض الإخوة اللي كانوا القرن 2007 أو آخر 2007. تم صدمة على الشيء اللي شفته. سمعته وعرفت عن الإسلام. نعم. فكانت صوت الإسلام في ذهني محظوظة جدا. وبعد ذلك مرة أنا قاعد في الجامعة إجا زميل ملحد وقال لي شو رأيك عن القضاء والقدر؟ قلت لي بؤمن فيه. قال لي طيب بلغ أنا كاتب لي أكون إنسان شقي ونهار في النار. قال لي أنا أتعب أكون إنسان صالح. صح. قلت له كلامك صح. فلقيتها فرصة وقلت أنا يوم القيامة حوجي الإصبع حوجي الاتهام حبينا الله. أقول أنت كاتب لي الشقاء. أنت الذي كتبت علي هذا الأمر. صح. لا فكفرت بالإسلام الحمد لله. يعني أنا دائما أقول للناس مبروك خروجكم من الإسلام لأنه في الحقيقة أنت الواحد يخرج من الجحيم من أفكار مدمرة للإنسان بصفة بشعة. يعني نفسية الإنسان تكون مدمرة لأنه يزرع فينا الكراهية تجاه الآخر حبنا فقط للمسلم وأحيانا للمسلم من مذهبنا فقط. فهذه هي المشكلة. المسيح علمنا أن نحب الجميع أن نحب حتى الذين يصنفون أنفسهم كأعداء لنا. شكرا لك أخي محمد. الأخت نورة من فرنسا. أهلا بك. ألو. ألو أختي نورة تفضلي. سلام أخ رشيد. سلام. أنا حابة نجاوب على 11 سبتمبر. نعم. 11 سبتمبر المسلمين الكل يعني فرحوا وزغرتوا وصلوا وشكروا إلههم ورسولهم وكل شيء. نعم. على ناس أبرياء ماتت وأطفال كانت تدرس معناتها معناتها كانت يعني الناس تحط أطفالها في المدرسة وأصغر حتى من المدرسة يعني رضعوا ناس تشتغل وكل الأمة المسلمة الكل فرحت. صح. هذا بالنسبة لي يعني مع استثناء مش هقول الكل يعني هناك استثناءات دائما لا نعمم على كل شخص لكن الغالبية صح. الغالبية صح كلامك مظبوط. 80% 80% فرحوا. نعم. يعني وهي معناتها كانت جريمة في حق البشرية. صح 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 كلامك مظبوط. فلا وهل ما السبب في نظرك؟ ما السبب؟ السبب هو تطبيق القرآن وتطبيق الأحاديث وتطبيق السنة. أخت نورة أنا شايف من لهجتك أنك تونسية. أنا تونسية. أنت تونسية مرحبا بك. مرحبا بك برشا. يعيشك. أنا تونسية. هل صرتي مسيحية لأن في تونس ما فيش مسيحيين أصليين يعني. أنا من عائلة جد متدينة.
وعائلة تطبق الدين الإسلامي جدا جدا جدا. نعم. ومعناتها كيفاش نفسر لك يعني أنا معناتها متربينا كما أي إنسان تربى في بلد عربي تربى على الإسلام على الدين نصرتنا نعم. للرسول أنت أدرى. أنت كنت من خلفية مسلمة وتعرف شنو اللي كنا كان في معناتها كيفاش كنا نشوفه في الديانة نتاعنا. نعم. وهل وبعد شوية 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 الواحد يكبر وتتحل عينيه صح. ويتفرج ويشوف وينتبه ويقارن صح. ومن بعد يرجع معناتها للطريق الصحيح صح. أنا معناتها مع سؤال جريء عرفت برشا حاجات ما كنتش نعرفهم. نشكر حتىني ما كنتش متضلعة في الدين. نشكر الله. وهل وليتي مسيحية أخت نورة ولا ما زال؟ أي طبعا أنا فخورة فخورة جدا اللي أصبحت مسيحية وحياتي كلها تبدلت. نشكر الله. حياتي من ظلمة النور. نشكر الله. نفسيتي صارت حتى تعاملي مع أطفالي مع زوجي مع حياتي الخاصة مع عملي تغيروا. نشكر الله. نظريتي للناس تغيرت. أمين. معناتها أنا كنت عايشة المدة هذه كلها في بير. يعني بئر عميق واحد كان عايش فيه خوف رعب ما تعملش هيك حرام هيك حلال هيك حرام حتى التواليت يعني التويلت ما تدخلش برجلك اليمين ادخل باليسار يعني واحد يكبر معقد يعني روبو نتحكم فيك انت روبو مو اكثر من روبو اكثر يعني جماد جماد يعني تهزها يعني كيما تهز يعني كأس تضعه على الطاولة ومن الطاولة ترجعه يعني للمطبخ ولا أي حاجة وخاصة من المرأة. وهل كان لقناة الحياة أي دور في مسيرتك ولا احنا جينا متأخرين؟ لا قناة الحياة هي اللي فيقتني. شكر الله. يعني لا وقبل قناة الحياة أنا كان يعني عندي يعني أنا باش نقولها يعني نحب نقول هذايا للمشاهدين اللي أنا قبل حياة بعد قبل بستة سنين كنت يعني في الليل شفت يعني إنسان يعني رجل طاعن في السن وكله بالأبيض قال لي اقرأي كتاب عيسى ابن مريم. ومن وقتها يعني بديت يعني نحل شوية عيني نحب أنا المسيح بطبيعتنا أحد المسلمين اللي معناتها المسلمين يعني يحبوا المسيح أما عندهم نظرة خاطئة على حياة المسيح صح مزبوط معلومات جدا خاطئة صح كلامك مزبوط شكرا لك أختي لأنه أنا كان بودي يعني تكلمي أكثر عن مسيرتك لكن شكرا لك وأتمنى أنه ناس كثيرة تستفيد من تجارب مثلك ومثلي ومثل غيرنا اللي ربنا حل عيونهم في يعني رغم كنا تولدنا في أسرة ما اخترناهاش يعني تولدنا وسط الإسلام لا ما اخترناش أنا فقط عندي نداء لكل امرأة مسلمة تفتح عينيها وتشوف الفرق المرأة أنا لا أتحدث عن رجل المرأة المسلمة تفتح عينيها وتشوف حقوقها في المسيحية وحقوقها في الإسلام وتشوف الحب والحنان اللي لقيناه في المسيحية والقهر والذل اللي لقيناه في الإسلام وأتشكرك جدا شكراً لك أختي نورة شكرا أنا كان بودي أكمل قاعدتين مهمتين في الجهاد سيوضحوا لماذا تحصل عمليات تفجير وعمليات انتحارية وموثقة بأقوال الفقهاء والعلماء ومن القرآن ومن السنة أول قاعدة نعطيتكم فقط نبدأ بسيطة عنها اسمها الانغماس في العدو الحلقة القادمة سأعطيكم قاعدة ثانية لكن سنتوسع في قاعدة الانغماس في العدو وهل يباح أشكركم وأشكر كل واحد اتصل شاركوني بأفكاركم شاركوني برسائلكم على فيسبوك أرجوكم أن كل واحد عنده أصدقاء لا يعرفون شاركوا المعلومات انشروا هذا الكلام لا نريد أن يبقى حبيس الفضائيات ولا حبيس موقعنا هو للجميع استخدموه وكونوا جزء في نشر المحبة جزء في تغيير العالم لأنه لا نريد أن تخرج لنا دواعش في المستقبل داعش مجرد ظاهرة
لكن المشكلة في الجذر، المشكلة في الأصل، المشكلة في المرض. خلينا نتكلم بصراحة وخلينا نعالج هذه الظواهر من الجذر، من جذورها، وألا وهو هذه العقائد الهدامة. فأشكر كل واحد، رسلوني، ابعتوا إيميلاتكم، شاركوا معنا على الإنترنت وعلى الفيسبوك. الرب معكم، إلى اللقاء في الحلقة القادمة.